مساء الخير واهلا بكم وحلقه جديده على الهواء مباشره من الستات على النهار. يمكن كلنا كنا متابعين الايام اللي فاتت فيديو الخاص بالدكتوره اللي طلعت وفضحت اسرار المرضى واتكلمت بشكل غير لائق وبطريقه غير لائقه، وممكن كل المحتوى اللي هي كانت تقصد ان هو يحصل كان ممكن يحصل بس بطريقه مختلفه، بالفاظ مختلفه، باتيتيود مختلف، ولكن ما حدث هو السيناريو الأسوأ. وبالتالي تعليقات كتير جدا كتبت، ومن مجموعه كبيره جدا من الدكاتره، منهم دكتور خالد منتصر ودكتور هشام الخياط، دكتوره نجلاء عبد الرازق، ودكاتره كتير جدا عن فكره الحفاظ على سريه المعلومات. في الوقت اللي اغلب الدكاتره بيرفضوا القصه دي والفيديو الخاص بدكتور مجدي يعقوب اللي هو مختلف تماما، وهو ده الحكمه والانسانيه والرحمه، في طلعت دكتوره تانية بتبرر الواقعة بطريقه غير منطقيه، لكنها بتاكد على استباحه اسرار المرضى بحجه ان احنا بنسلط الضوء على قضايا اجتماعيه خطيره، وكاننا لازم نفضح غيرنا عشان نوعي الناس، وكاننا لازم احنا نبقى القضاء على الناس واحنا اللي بندي الثواب والعقاب. الدكتوره دي لا داعي لذكر اسمها، لكن اللي هي كتبته للاسف انتشر بشكل كبير جدا، لانها بتروج لافكار مرفوضه اجتماعيا ومش شبهنا، ونسيت ان في حاجه اسمها الحفاظ على سريه معلومات المريض، واللي بتعتبر مبدأ اساسي وحق اساسي واخلاقي في ممارسة الطب، ولو غاب هذا المبدأ لا يجوز ممارسة المهنة، لان المريض اللي هيجي لك ده بيأمنك على نفسه وخصيته وصحته واسراره. مين يديك الحق انك تستخدم اسراره دي وتعمل منها ترند، او تستخدمها على اساس يعني كأنك بتعمل وعظ للناس، يعني انت بتعمل السم في العسل، او يعني ظاهره كذا وباطنه كذا. ازاي حد ياخد موقف عكس الاخلاق، والاخلاق هي التيار الحقيقي، فلما امشي عكس التيار الاخلاقي عشان اعمل برضو ترند بطريقه تدني بطريقه شهره سلبيه، يعني حاجة غريبة، يعني تفاصيل إنسانية غريبة. على النقيض تماما زي ما قلت، في دكاترة كتير في منتهى الروعة والرحمة، ومهنة الطب دي مهنة سامية ووسام لكل الناس اللي بتشتغل، وهو مش مجرد استثناء. لكن هنتوقف عند بوست كتبه دكتور أسامة شوقي، وهو شخص رائع جدا وبيكتب حاجات رائعة جدا جدا وزوايا ووجهات نظر، وبيلقط حاجات في منتهى الذكاء وبيكتب عنها. وكتير من الدكاترة على فكرة هم أدباء وشعراء، ويعني الطب لما يبقى صاحبه عنده موهبة الكتابة والشعر بيبقى حاجة يعني خليط ومزيج رائع من الإنسانية. دكتور أسامة شوقي بيقول: تعاملت واختلطت بكل فئات الشعب المصري بجميع الطوائف ومختلف الطبقات الاجتماعية، وأشهد شهادة حق يحاسبني عليها الله أنني صادفت مواقف نادرة جدا جدا لحالات حمل سفاح أو حمل نتيجة علاقة محرمة، وذلك شيء نادر نادر وليس بالصورة المبالغة أو سوء المبالغة اللي تسببت فيها طبيبة تسعى للشهرة وتتشدق بالفضيلة وتتظاهر أنها تحذر أو تنقذ المجتمع من بلاوي أخلاقية. وبيضيف دكتور أسامة شوقي، وهو بالمناسبة طبيب نسا برضو، عيب قوي قوي إبراز الأمر على أن مصر كلها حمل سفاح وعلاقات محرمة، والنداء الساذج من الطبيبة: روحوا يا مصريين اعملوا تحليل لولادكم أحسن يكونوا ولاد حرام. ده حرام، فالرجاء
اي حد بيطلع على السوشيال ميديا يختار المحتوى الطيب اللي يقدمه واللي يعني يبعد عن الشهرة، لأن ممكن تجيله شهرة سلبية، فيجتهد شوية عشان يعمل شهرة إيجابية إذا كان فعلا عنده ضمير وعنده حرص على مصلحة الأخلاق، مع إن فيش حد فينا هو واخد صك الأخلاق أو واخد هو توكيل الأخلاق على الأرض. محدش فينا يبقى قاضي ولا جلاد للآخرين، تبقى قاضي وجلاد لنفسك وعلى نفسك مش للآخرين.